السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. اليوم رح نحكي عن جهاز نوكيا 6 وكيف نوكيا حترجع، حنحكي عن المواصفات والسعر. استنونا بعد الفصل. أهلا وسهلا أصدقائي، احنا شفنا نوكيا رجعت بال 3310، بس حكينا انه هذا الجهاز مش راح يكون هو الجهاز اللي حتروح تنزل فيه الأسواق، لا هي بتحاول بس تجذب الناس اللي كانوا يحبوا نوكيا وتقول لهم انا رجعت. فاول جهاز حنحكي عنه اللي هو جهاز نوكيا 6. هذا الجهاز اللي هو من الطبقه المتوسطه، مش انه الجهاز الرائد ولكن الطبقه المتوسطه، حتنزل فيه على الاسواق لحتى ترجع تكسب ثقه الناس فيها. اول شيء حيفاجئك بالجهاز التصميم فخم، الملمس والمواد المكونه للجهاز حتكون فخمه ومرتبه، حتخليك تحب الجهاز. الجسم بالكامل من الألمنيوم، الشاشة 5.5 إنش Full HD بتعطيك 403 بيكسل لكل إنش، وهذا أداء ممتاز. المعالج هو سناب دراجون 403 بتردد 1400 جيجا هرتز، مش قوي ولكن مناسب لهذا الجهاز ولهاي الفئة، فيعني ما تقلق من هذا الأداء، الأداء ممتاز. بالنسبة للساعات التخزينية عندك 3 جيجا بايت مع 32 جيجا بايت ساعة تخزينية، أو 4 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت ساعة تخزينية مع وجود الـ SD كارد. الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.0، متوقع يكون أدائها ممتاز، حنشوف إن شاء الله في المستقبل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0. البطارية 3000 ملي أمبير بطارية، وهذا إشي ممتاز، ويريت كل الشركات إنه يكون عندهم الستاندرد اللي هو 3000 ملي أمبير، بالإضافة إلى شاحن سريع وقارئ بصمات سريع، يعني مواصفات جهاز فخم، ولكنه احنا بنحكي عن جهاز متوسط. بالنسبة للسعر، مع هيك مواصفات ورجعة نوكيا لازم تشجع الناس تشتري، فالسعر حيبلش $250، وهذا السعر ممتاز بصراحة على هيك مواصفات، سعر ممتاز جدا، وانا بتوقع نوكيا رح ترجع ورح ترجع بقوة. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اذا عجبكم اعملوا لايك شير سبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في الفيديو القادم. يعطيكم الف عافية، سلام عليكم.